في حاجة بقى اسمها خلع المفصل. تمام. خلع المفصل بقى انك انت، احنا اتفقنا ان المفصل عبارة عن جزء نهاية عظمة ونهاية عظمة يخلع من بعضه زي ما احنا شايفين. انا عندي صورتين قدامك، صورة عبارة عن اشاعة وصورة عبارة عن رسم لمفصل الكتف. لو بصينا للصورتين اللي في النص اللي جنب بعض، خلع بيتخلع من مكانه يعني. احنا تمام هتشوفها حضرتك دلوقتي، تمام مفصل الكتف قدامك في الصورة، في مفصل كتف طبيعي مكتوب عليه مفصل كتف طبيعي تمام في صورة اكس راي اشاعة، وجنبيه على طول مفصل كتف طبيعي في صورة مرسومة. هتلاقي ان العظمة، عظمة العضد نايمة على الحق بتاع عظمة لوح الكتف فيها. لو بصيت في الدايرة الحمراء دي هتلاقيهم في بعض، تمام تمام. تعالى بقى الصورتين اللي على الاطراف، هتبص تلاقي عظمة العضد نزلت تحت، ما بقتش في مكانها اللي زي اللي فوق، وبص الناحية التانية هتلاقي نزلت تحت. ده اسمه خلع. اول ما نشوف المنظر ده اسمه خلع. العيان بيبقى ايه، وقع يا اما في وضع المفصل بتاعه، لو مثلا نتكلم في الكتف دوت، المفصل بتاعه في وضع مثلا وقع كده، دراعه مفروض وخلفي وراح وقع، فده يروح طالع بره. تبص تلاقي اول حاجة العظمة، ظاهريا بيبان يا دكتور. بيبان. هتبص تلاقي المنطقة دي كده فاضية، والعظمة دي محسوسة هنا، ودايما بيبقى جاي الكتف شايل واقع. دراعه تمام واقع عامل كده بالظبط. في الحالة دي لما تيجي بتبص عليه تحط ايدك هتلاقي المنطقة دي فاضية، تمام وفي هنا ورم. الورم ده هو عبارة عن العظمة. طب عشان يحصل الخلع دون لازم يحصل قطع في الأربطة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، والكبسول اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لازم يحصل قطع في الكلام ده. تبص تلاقي أول حاجة ألم جامد جدا، مش قادر يحرك دراعه ركنه، تمام. في الحالة دي احنا بيترد تحت بنج في العمليات. ولو حصل ان هو بقى خلع متكرر، او بعد ما ردناه لقيناه بيرد ويخلع تاني، بيحتاج تدخل جراحي يا اما عن طريق المنظار او عن طريق الفتح، وفي الغالب بيبقى عن طريق المنظار وتركيب خططي.